انطلاقة بينية حلوة لهجر والتسديدة تعلن عن هدف أول لصالح الفريق الشبابي، ولكن احتسبها الحكم وبالتالي الشباب يتقدم بهدف للا شيء. إذن الشباب يتقدم بهدف سعيد الدوسري. كنا نتحدث عن محافظة الهجراويين على مرماهم، لكن نشوف الهجراويين تباطؤوا ينتظروا قرار الحكم، لكن بالفعل ما في أي شيء، وبالتالي هي هدف صريح لصالح الشباب عن طريق سعيد الدوسري. يا سلام على التمريرة، حلوة جدا. بينية ملعوبة بشكل حلو، خلاص انتهت خطورتها. الله الله يا ولد يا لعيب. الخميس يقول ما لك سمع، ما لك دعوة يا معلق، لعبها بشكل ذكي وحلو الحقيقة على وليد عبد الله، وبالتالي حقق هجر هدف التعادل من فرصة. شوف شوف شوف، خلاص تباطأ فيها ولعبها بشكل سهل حقيقة في مرمى وليد عبد الله. برافو يا خميس، ومن زاوية صعبة. إذن هجر يعادل النتيجة عن طريق محمد الخميس. والله ما عليه منك، قلنا له انتهت خطورته، لكن كان له رأي ثاني وسدد في المرمى الشبابي، وتقد تعادل هجر مع الشباب بهدف لكل منهما. عرضية أمام المرمى تمر خطرة جدا ودربة أمام المرمى، والهدف الشبابي الثاني، هدف شبابي ثاني يحتفل فيه الشبابيون بتقدمهم على هجر. وبعد سعادة أيضا هنا من المدرب الشبابي لناصر الشمراني الذي يحتفل بهذا الهدف. شوف إعادة، كرة عرضية تمر بالرأس أمام المرمى وبالعارضة مرة أخرى، وتدخل من الشمراني ليوقع بقدمه الهدف رقم 100 والهدف الثاني لصالح الفريق الشبابي. سلامات لناصر، تعلق في الشبك ولكن لا بأس، فهذا هو الهدف الرقم 100. كرة لعبت بالرأس، إذن الشباب يتقدم بهدفين ويسجل الهدف السابع لصالحي شخصيا. شيل الفرق، معروف افضل لاعب اسيوي. كرة ليتارا، إعادة بشكل حلو والمهارة حلوة جدا. يا سلام يا سلام يا عطيف يا ترى يا ولدي يا لعيب، حلوة حلوة من يا ترى في انطلاق الهجمة، وحلوة أيضا من أحمد عطيف، والشباب بالتالي يتقدم على هجر 3-1. أرقص يا عمي وتدلع طول ما أنت فايز، تعبير عن الفرح، وواحدة من اللحظات الممتعة في عالم كرة القدم. المهارة حاضرة هنا، وحاضر أيضا من أحمد عطيف، ليتقدم الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف. قبل قليل كنا نتحدث عن ثقة المدرب الشبابي في أن الفريق سيصل بشكل جيد إلى النتيجة المطلوبة. عرضية حلوة بالمرمى، يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا لعيب، حلوة جدا الرأسية، وبين الشمراني وفهد حمد يسجل الفريق الشبابي هدفه الرابع في لقاء اليوم. حلو التقدم، الشمراني لعبها بالراس بشكل حلو، وفهد حمد تابعها ليسجل الهدف الرابع للشباب. ما شاء الله تبارك الله، تكوين جسماني حلو عند فهد جيدة. أما الحكم على شوف، يعني لما تحكم بعد الرؤية بالكاميرا يختلف الوضع عن الرؤية السريعة. طلال يقول والله ما قلت له شيء ولا سويت له شيء. الشمراني على التنفيذ يتهيأ، يعادل في صدارة الهدافين الشمراني إذا ما سجل هذه الكرة. يا سلام على الهدوء،
إذن الشمراني يحتفل بهدفه 101، وبالتالي أيضا بتعادله مع الهدافين، والفرحة الطبيعية لجمهور الشباب وللاعبيهم. هدوء حلوة وممكن عرضية، السادس العارضة تصدها، حلوة جدا، الخيبري يفكر، يا سلام، جول يا ولد يا لعيب. مرة أخرى الشباب يدك مرمى هجر ثقيلة شوية، ستة ثقيلة شوية، ستة أهداف. انهار الهجراويون في الشوط الثاني، حلوة جدا من الخيبري، قوية العارضة، صدت ولكن الخيبري